طابت اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه والتي نبداها كالعاده بالعناوين. موقع بوست: طلاب جامعه دمار يبحثون عن 7 من زملائهم اعتقلوا من قاعات الدراسه. موقع اخباري يتحدث عن مواطن عثر على رجل اصطناعيه بعد 2 من البحث. ومن الشرق الأوسط: الرئيس الأمريكي يقترح لقاء زعيم كوريا الشمالية في قرية نائية. ومن القدس: وزير الداخلية البريطاني الجديد نجلو سائق حافلة باكستاني. أهلا بكم. منذ بداية العام الجاري تقريبا والعاصمة صنعاء تعاني من نقص حاد في مادة الغاز المنزلي. وعنون موقع المصدر أونلاين في صفحته الرئيسية: طابور الغاز في صنعاء من المحطة إلى عاقل الحارة، الأزمة مستمرة. وقال الموقع: تبددت كل وعود الحوثيين بتوفير الغاز بسعر منخفض، بل عاد ليرتفع أكثر من ذي قبل، ومع ذلك فلا أحد يستطيع شراؤه سوى الميسورين. ويضيف المصدر أونلاين: تسبب عدم توفر الغاز بزيادة الطلب على الديزل والبنزين، لا سيما أولئك الذين تعمل سياراتهم على مادة الغاز، وانعكس هذا بدوره على المواصلات التي تشهد أحيانا أزمة كبيرة بسبب توقف وسائل المواصلات التي تعمل بالغاز. مالك محطة تحدث إلى مواطنين يبحثون عن الغاز أن الرسوم التي يأخذها الحوثيون من القاطرات التي تأتي من مأرب باهظة جدا، ما أدى إلى مضاعفة كلفة الشحنات وفرض صعوبات أكبر على تدفق مادة الغاز إلى صنعاء. يومين من اعتقالات داخل حرم جامعي اقتحمته ميليشيا الحوثي. ويعنون الموقع بوست: ميليشيات الحوثي تعتقل عددا من طلاب جامعة دمار. وقالت مصادر طلابية للموقع بوست أن جامعة دمار شهدت خلال اليومين الماضيين اختفاء الكثير من الطلاب بسبب الاعتقالات التي تشنها ميليشيات الحوثي ضد الطلاب على خلفية انتقادهم لممارسات الحوثيين في الجامعة. وأوضح الطلاب أن زملاء لهم يدرسون في كلية الحاسبات والهندسة تم اعتقالهم من قبل ميليشيات الحوثي، بلغ عددهم 7 طلاب على خلفية انتقاد ممارسات فريق ملتقى الطلاب الجامعي، والذي تديره جماعة من الطلاب التابعين للميليشيات الحوثية. وبحسب المصادر فقد تم إنشاء الكثير من الفرق والمبادرات الطلابية التابعة للحوثيين داخل الجامعة، والذين يوجهون التهديدات المباشرة للطلاب في حال تم انتقاد ممارساتهم. من الراهدة: قناديل الجابري وعتمة الحال. تحت هذا العنوان كتب خليل القاهري مقاله الذي تحدث عن واحد من أبرز شعراء اليمن المهملين والذين يعانون وحيدين في بلادهم. الجابري لم يمت، ولا صحة مطلقا لخبر وفاة شاعرنا الملهم أحمد الجابري. بعد تناقل خبر وفاته تمكنت من التواصل معه وهو بخير، وما يزال في غرفته بالراهدة، لعل جيلا برمته لا يدرك من هو الشاعر أحمد الجابري، لأننا في زمن عابر كسير. يسكن الجابري في دكان هو كل ما يملكه كسكن في أطراف الراهدة جنوب شرق تعز، لا شيء له سوى رصيد من روائع القصيد والأعمال المغناة. الجابري لمن لا يعلم هو صاحب كلمات الملحمة اليمنية الوطنية الكبرى التي رتلها صوت العملاق أيوب طارش: لمن كل هذه القناديل تضوي لمن؟ لمن لمن لأجل اليمن؟ نعرفها جميعا ونجهل شاعرها الجابري الذي لا قنديل في غرفته يتدلى من سقفها ليبعث نورا حوله ويعم البلد. لذلك فالجابري عاشق لليل، وهو صاحب رائعة يا عاشق الليل قل لماذا أنت تنتظر، التي هامت بها أوتار أيوب. الجابري يعيش حياة فاقة حقيقية، لا يملك في الغالب زاد يومه، يتمنى كثيرا دون شكوى، وأبدع كاتبا: أشكي لمنوان جيم الصبح قلب الولوع، ما ذقت راحة ولا جفت بعين الدموع، التي ذاعت بصوت أيوب أيضا. لا يزال وحيدا يحس جيدا بضياع الأيام، لذلك لا غرابة أنه هو من أبدع رائعة ضاعت الأيام من عمري، ضاعت عمري ضيعك، أشبك لي في الهوى غير الشجن، زادي يلوعني معك.
التي ملأت المسامع بحنجرة أيوب طارش. قال الجابري عبر الهاتف: الموت حق، ولكني لا أزال في غرفة في الراهدة منذ 20 عاما. تركت غرفتي الأولى واستأجرت أخرى مع أحدهم، فالوضع لا يسمح. الحرب ضاعفت معاناة الأهالي بشكل كبير، لكن المعاقين معاناتهم مضاعفة، حيث عملت الحرب على تزايد أرقام المعاقين، وزادت الحرب من أعداد المعاقين الذين بلغوا أكثر من 92 ألف شخص، وعنون موقع المشاهد نت: المعاقون في اليمن زيادة في العدد ومعاناة مضاعفة في زمن الحرب. ومع شداد وتيرة المعارك المسلحة، اضطرت أكثر من 300 منظمة وجمعية محلية ودولية في إقفال أو إلى إقفال أبوابها وتوقف خدماتها التي كانت تقدم بشكل منتظم للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن الخدمات التي كانت تقدم لذوي الإعاقة من كافة المحافظات والفئات حصر تقديمها اليوم على المعاقين المحسوبين على جماعة الحوثي فقط دون سواهم. ويتحدث الموقع عن مواطن سافر من تعز إلى صنعاء وهناك ظل عامين يبحث عن رجل اصطناعية في دهاليز الجمعيات والمراكز المعنية بذوي الإعاقة حتى حصل على واحدة من لجنة الصليب الأحمر الدولية. ويضيف محمد المقطري الذي فقد رجله إثر انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي بقريته: لقد كان البحث عن رجل الصناعية شبه مهمة شاقة ومحزنة أثرت علي نفسيا وماديا. ويرى مدير مركز النور للمكفوفين حسن إسماعيل أنه يجب تحييد وتجنيب ذوي الإعاقة من النزاع المسلح الحاصل في البلاد، كون ذلك ضرورة إنسانية ملحة. ويضيف إسماعيل: ارتكبت أفزع الجرائم بحق ذوي الإعاقة في اليمن، فطيران التحالف العربي ارتكب بحق المعاقين عندما قصف السكن الخاص بالطلاب المكفوفين في مركز النور بصنعاء في 5 يناير من العام 2015. من يسبق الآخر، صواريخ التحالف أم ألغام الحوثي؟ تتساءل الكاتبة إجلال البيل في مقالها المنشور على نوستالجيا اليمن، وتقول الكاتبة في جزء من المقال: تدخل الحرب عامها الرابعة في اليمن بين جماعة الحوثي الانقلابيين والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، لكن لا مؤشرات لإنهاء هذه الحرب ولا دلائل تبين جدية التحالف في إيقافها. إذن الحروب لا تنتهي لمجرد الحلم، ما إن تشتعل في دولة ما حتى تستمر لأعوام عديدة. فتاريخ الحروب طويل وسلسلة لا حصر لها من الخسارات المادية والبشرية. لم تكتف الحرب بتدمير البنية التحتية لدولة هشة تصنف من الدولة الفاشلة عالميا، بل امتد الخراب أكثر كنتيجة حتمية للحرب بأن يتم زرع الألغام بأنواعها المضادة للأفراد أو المضادة للدبابات في مناطق عديدة من اليمن بواسطة ميليشيا الحوثي، الألغام التي لن يزول أثرها لعقود قادمة. تأتي تعز على رأس المحافظات الأكثر تضرراً من الألغام التي تم زراعتها على مداخل المحافظة وفي طرق عديدة وسكنية، ليصبح ضحاياها بالمئات بين قتيل وجريح. حتى وإن انتهت الحرب وعادت الدولة لممارسة نشاطها، فإن التخلص من عشرات الآلاف من الألغام ليس بالأمر السهل، إذ أن كلفة التخلص منها باهظة وتحتاج لخبراء في هذا الشأن وسنوات طويلة من العمل الشاق للبحث عنها. الذاكرة تؤرخ جرائم الحروب، لن تنسى سنوات من المرض والفقر والنزوح، قوائم من المخفيين قسراً والمختطفين في سجون الحوثيين. سيصبح أرشيف اليمني مكتظاً بالأسى، لكنه سيتذكر دائماً أن هذا الأسى الذي حدث نتيجة شيئين: ميليشيا الإجرام التي تحالفت مع علي عبد الله صالح الرئيس المخلوع، حيث أن الأخير هو السبب الرئيس لما آلت إليه اليمن، والتحالف العربي برئاسة المملكة العربية السعودية التي استنجدنا بها كجارة شقيقة تساعدنا على إعادة اليمن إلى حكومتها وشعبها. فحدث ما لم يكن في الحسبان، فجميعهم شركاء في صنع هذا الألم. اتهم تقرير نشرته صحيفة اليام حمل اسم المراقب السياسي، اتهم القائمين على المؤسسات المحلية في المدينة أنهم ليسوا من ذوي الاختصاص ولا يهمهم ما ستؤول إليه عدن.
وأضافت الصحيفة: شجع النظام الإداري الفاشل للدولة على ترقية الفاشلين والمحسوبين على الدولة مقابل إقصاء ذوي الكفاءة والخبرة، والجميع شاهد على ذلك منذ عام 1997 عام 1967. وتفيد الأيام أنه ينبغي على سكان المدينة نصرة مدينتهم. أولا، فهم وحدهم من سينتشل المدينة مما هي فيه، ويجب أن يدركوا أن الزمان قد تغير، وإن لم يغتنموا الفرصة فسيغدون محكومين للخمسين السنة القادمة. وعليهم أن يدرسوا بجدية وبدون استعجال إنشاء كيان مدني طوعي غير مربوط بولاءات حزبية أو سياسية أو مناطقية، وبدون وصاية خارجية أو مالية. وعن مصادر الدعم تقول الصحيفة إن أبناء عدن المغتربين في أصقاع المعمورة تقع على عاتقهم سبل الدعم والتأييد داخليا وخارجيا. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما وردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تقريرا يتناول تداعيات مقتل صالح الصماد على المشهد اليمني الداخلي وتوزيع الأدوار الخارجية وسط تزايد طموحات الإمارات في المنطقة. وقالت المجلة: منذ عام 2016 تحاول الإمارات ترسيخ نفسها كشريك رئيسي للغرب في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة، وفي نفس الوقت تعزز قدراتها العسكرية من خلال صفقات السلاح مع الصين. ولفتت المجلة إلى أن الإمارات استثمرت بكثافة في المساعدات العسكرية لقوات التحالف العربي في اليمن، وشكلت وحدات أمنية مختلفة تخضع لقياداتها وتعتبرها الأمم المتحدة قوات بالوكالة. وتقول الإمارات حسب المجلة التي ترجمها موقع روسيا اليوم أنها تستخدم تلك الوحدات لمكافحة تنظيم القاعدة في الساحل الجنوبي لليمن، لكنها الآن تدعم طارق صالح ابن شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح الذي يسعى لاستعادة ميناء الحديدة الاستراتيجي من الجماعة. وفق المجلة، فإن الضربة التي استهدفت الصمات تؤكد أن الإمارات تتمسك بالخيار العسكري وتعتزم اختبار قدرات جديدة. ففي العام الماضي باعت الصين للإمارات طائرة دون طيار وينج لونج تضاهي طائرة MQ-9 الأمريكية. قال الخبير في شؤون السلاح جاستن برونك حسب المجلة: كانت الإمارات تميل إلى نشر الطائرات دون طيار، ورأينا أنهم على استعداد لاستخدامها في مناطق حساسة سياسيا مثل ليبيا. واعتبر برونك أن الصماد قتل برأس حربية شديدة الانفجار وتتسق مع ما يسمى IED-10، وهو ما يوازي صاروخ هيل فاير الأمريكي. غضب انتقائي. تحت هذا العنوان كتب ستانلي كوهين مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد، مضيفا في جزء من المقال: قبل وقت ليس بالطويل كثيرا اجتمع المجتمع الدولي ككيان واحد من أجل قصم ظهر نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ولم يحدث ذلك بين عشية وضحاها، ولم يتحقق من خلال منظور وجهة نظر واحدة أو استراتيجية سياسية شاملة واحدة أو من دون تضحيات شخصية كبيرة. إن المقاومة تتطلب التنوع في الفكر والعمل، وهو درس تعلمه وعلمه أولئك من بيننا الذين قطعوا طريقاً طويلاً وصعباً في أغلب الأحيان في مسيرة الحرية في جميع أنحاء العالم. لقد أثبت التاريخ أنه لولا صوت مالكوم إكس الحاضر دائماً لكان إرث مارتن لوثر كينغ شيئاً مختلفاً تماماً عن الإرث الذي نكرمه الآن. إن أولئك الذين يجدون السلوى في الاسترشاد بمسيرة الملح، مسيرة غاندي السلبية، ويستخفون بحقيقة أنه فهم طيلة رحلته أن المقاومة النشطة كانت في بعض الأحيان وسيلة ضرورية للتحرير، لا يعرفون حقيقة الخطوات التي قطعها على الطريق.
ومانديلا بعد منحه فرصة لإنهاء سجنه بعد 17 سنة فقط إذا نبذ العنف كوسيلة شرعية لمحاربة نظام الفصل العنصري؟ رفض ذلك العرض وعاد إلى زنزانته لعشر سنوات أخرى. ليست هذه بأي شكل من الأشكال دعوة إلى حمل السلاح أو نداء لاستخدام العنف، لكنها مع ذلك آية من التضامن والمحبة لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين الواقفين على الخطوط الأمامية في فلسطين المحتلة. إنهم في أحلك ساعاتهم، ليسوا وحدهم. اليوم في جميع أنحاء العالم تقف عائلتهم، عائلة المقاومة، معهم ولهم، وهم يناضلون من أجل نيل حريتهم بأي وسيلة ضرورية. اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أن تعقد القمة التاريخية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون في قرية بان مونجوم على الحدود بين الكوريتين. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية وفقا للصحيفة الشرق الأوسط أن ترامب كتب مع اقتراب موعد القمة المفترض أن تعقد بحلول يونيو بمنزل السلام على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية ليس مكانا أكثر تمثيلا وأهمية ودواما من بلد ثالث، أتساءل فقط. وكان ترامب قال في كلمة سابقة إن القمة يمكن أن تعقد في غضون 3 إلى 4 أسابيع، وبيت السلام مبني من الزجاج والإسمنت في القسم الجنوبي من بان مونجوم حيث تم توقيع الهدنة التي وضعت حدا للحرب الكورية. وكان كيم قد عقد قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جي أن أو أون في منزل السلام يوم الجمعة تعهد خلالها العمل من أجل السلام، وكان الإعلان في مارس الماضي عن قمة بين ترامب وكيم أثار مفاجأة كبرى ولم تتسرب بعد سوى تفاصيل محدودة. في أخبارها المنوعة عنونت صحيفة القدس العربي والتي قالت وزير الداخلية البريطاني الجديد نجل سائق حافلة باكستاني. قالت الصحيفة تولى ساجد جاويد وهو نجل مهاجرين باكستانيين قدما إلى بريطانيا في ستينيات القرن الماضي، وحقيبة وزارة الداخلية الاثنين وسط أزمة حادة عن طريق تعامل هذه الوزارة مع المهاجرين. وأصبح المصرفي السابق البالغ من العمر 48 عاما بذلك أول وزير للداخلية في بريطانيا منحدرا من أقلية عرقية، وتعد وزارة الداخلية واحدة من 4 حقائب رئاسية في السياسة البريطانية إلى جانب وزارتي الخارجية والمالية. وحل جاويد بذلك محل أمبر راد التي استقالت على خلفية التهديدات بترحيل أفراد جيل ويندراش الذين انتقلت عائلاتهم إلى بريطانيا من منطقة الكاريبي في 50ينيات و60ينيات القرن الماضي. وقبل يوم من تعيينه قال جاويد لصحيفة سانداي تيليغراف إن هذه المسألة شخصية للغاية، قائلا فكرت كيف أنه كان من الممكن أن يكون والدي ووالدتي أو عمي أو حتى أنا مكان هؤلاء المهاجرين. في حروب الشرق الأوسط يجب أن تكون متشككا تحت هذا العنوان، كتب باتريك كوبرين مقاله الذي سرد فيه رحلته إلى العراق وكيف وجد الحقيقة نقيضا لما تقوله أمريكا. قال الكاتب في جزء من المقال ترجمته ونشرته الغد: أثناء قصف بغداد في يناير من العام 1991 ذهبت مع صحفيين آخرين في رحلة نظمتها الحكومة إلى ما زعموا أنها بقايا مصنع لحليب البودرة للأطفال الرضع في أبو غريب، والذي كانت الولايات المتحدة قد قصفته تواً، وقالوا إنه كان في الحقيقة مرفقاً لتصنيع العناصر البيولوجية الحربية. وبينما كنت أتجول في الحطام عثرت على مكتب محطم عليه رسائل تظهر أن المرفق كان في الحقيقة ينتج بودرة حليب الأطفال، ولم يكن المصنع ناجحاً تماماً في عمله، حيث تحدثت الكثير من المراسلات عن مشاكل مالية وإنتاجية وكيف يمكن حلها بأفضل طريقة. كنت أزور الكثير من المباني المقصوفة والمدمرة في بداية حملة القصف الجوي التي قادتها الولايات المتحدة في العراق، ولم أدرك في البداية أن مصنع حليب الأطفال في أبو غريب سوف يصبح قضية كبيرة. استغرق الأمر سنوات حتى انهارت الرواية الرسمية عن ذلك القصف. إن قصة مصنع أبو غريب لألبان الأطفال
جديرة بأن تروى مرة بعد المرة، لأنها تؤكد في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية والفرنسية على مواقع الأسلحة البيولوجية السورية المزعومة في 14 نيسان/أبريل الحاجة إلى التشكيك الدائم في ادعاءات الحكومات بأنها تعرف ما يحدث على الأرض حقا في سوريا أو في أي مكان آخر. في 8 من عمره يقف بين دولتين شهدت حربا قبل 5 عقود وتدخل الآن مرحلة جديدة. الطفل الذي يقف على حدود كانت دائما مشتعلة ومصدر خوف للعالم أصبحت مصدر إلهاء. صورته بداية لجولتنا المصورة لهذا اليوم من الجارديان البريطانية، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.